متابعينا الكرام، حبيب قلب، وش اللي قدامنا ابو هيثم؟ هذول خشب، طبعا معروف الخشب ذا يباع محلات البيوت، مضبوط. طبعا ب 600 واحد ما يجي، لازم تقصه شوي منه، مضبوط. لازم يتوفر عندك مشار، خذ لك الاصلي عشان واحده ثنتين ثلاث اربع يقص اللي تبي يقص لك. الاصلي افضل قيمته حول 70 ذا. وهذا السكين ليه؟ عشان لا قصيته تخليه نفس الطريقه ذي، تفتحه بالسكين حقت الفواكه ذي وزينبه كذا وثبته نفس الطريقه ذي. نصيحه محب كروان كويكر كنيور، تحطوا نفس الطريقه ذي بالطول، هنا واحده وهنا واحده، تخلي البياضه خارجيه. نصيحه محب. هذول طبعا تلقون محلات الطيور. في طريقه ثانيه سويت، وانا شوف خليته خشب، شلته بالمشار ذا، مضبوط، خليته خشن، شوف عشان التزاوج الطير يستمر.